السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة شجرة المعلومات. في هذا الفيديو راح نتعرف على حل مشكلة عدم ظهور أيقونة الصور بدلا من هذه أيقونة الويندوز كما في الشكل على الفيديوهات والصور بمختلف صيغها. فمثلا كل الصور الموجودة يعني أو الفيديوهات سوف تظهر على هيئة أنها فيها مشكلة، فعندما تقوم بفتحها سوف تلاحظ أنه لا يوجد شيء فيها، ولكن المشكلة هي عدم ظهور أيقونة صغيرة في هذا المكان، يعني مثلا أيقونة تمثل الصورة. إذن الحل بسيط وسهل. أولا نذهب إلى لوحة التحكم، ثم نذهب إلى النظام، ويمكنك الدخول مباشرة إلى الكمبيوتر، ثم الضغط على خصائص للدخول إلى هذه الصفحة، ثم نضغط على إعدادات النظام المتقدمة، ثم نأتي إلى الأداة ونضغط على إعدادات. في القسم الأول ننزل أو نبحث عن كلمة إظهار صور بدلا من أيقونات، ثم نقوم بالتأشير عليها على مسح، ثم نضغط على تطبيق وموافق، نضغط على موافق ثم موافق. الآن كما تلاحظون ظهرت الأيقونات، أيقونة مصغرة تمثل الصورة بكل بساطة. إذا هذا كان الدرس، أتمنى أن يعجبكم. لا تنسى النقر على اللايك والاشتراك في القناة إن كنت زائر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.